بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم يتحدث عن حل تدريبات الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. عزيزي الطالب، رجاء افتح كتابك الصفحة 60 والصفحة 61 لنبدأ. السؤال الأول: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين فيما يأتي. لدينا كلمات موضوعة بين قوسين، يجب أن نملأها بالفراغ المناسب لها. ألف: المريض. ماذا نقول؟ نقول: يعالج المريض. ب: علم البلاد. ماذا نقول؟ نقول: رفع علم البلاد. جيم: ثناء على مبادرتها التطوعية. نقول: شكرت ثناء على مبادرتها التطوعية. دال: الرومان جرش. ماذا نقول؟ نقول: بنى الرومان جرشا. ها: وزارة التربية مدارس جديدة. ماذا نقول؟ نقول: شيدت وزارة التربية مدارس جديدة. السؤال الثاني: ميز الفعل المبني للمعلوم من الفعل المبني للمجهول فيما يأتي. في الدرس السابق بينت لك كيف نستطيع أن نميز بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول، فقلنا أن الفعل المبني للمعلوم غالبا ما يبدأ بحرف مفتوح، أما الفعل المبني للمجهول يكون مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر أو مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. لنبدأ. ألف: منحت الأوسمة للمبدعين. فلنلاحظ أن الفعل منحت مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. لماذا قلت مكسور ما قبل الآخر؟ لأن الحرف القبل الأخير هو حرف النون وليس الحاء. لماذا؟ لأن التاء هي تاء التأنيث، فأصل الفعل منحة، منحة، النون مكسورة. بما أن الحرف الأول مضموم والحرف قبل الأخير مكسور، إذن يكون فعل مبني للمجهول. ب: أنجز العامل البناء في موعده. أنجز، بدأ هذا الفعل بحرف مفتوح، لهذا سيكون فعلا مبنيا للمعلوم. جيم: تعلق آمال كبيرة على الشباب الطموح. مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر، إذن فعل مبني للمجهول. استقبلت الأرض هدية السماء. هنا ممكن أن يحصل لديك لبس لأنه لا يظهر حركة على الحرف الأول، ولكن إن سألنا من استقبلت، من اللي استقبل؟ الأرض. بما أن الفاعل موجود وظاهر، إذن يكون فعل مبني للمعلوم. ها: نشر ديوان الشاعرة فدوى طوقان. الحرف الأول مضموم والحرف القبل الأخير مكسور، إذن فعل مبني للمجهول. السؤال الثالث: حول الأفعال الآتية من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول مع الضبط التام، ثم ضعها في جمل مفيدة. الكلمة الأولى: استلم. هذه جمل مبنية، هذه كلمات أو أفعال مبنية للمعلوم، نريد أن تصبح مبنية للمجهول، فنقول: استلم، نضم حرف التاء ونكسر حرف اللام، استلم. الثانية: استخرج، فنقول: استخرج، نضم حرف التاء ونكسر حرف الراء. الكلمة الثالثة هي أنتج، فنقول: أنتج، بضم الحرف الأول وكسر ما قبل الآخر.